هز أرضية بأجادير هذا الصباح. زلزال بلغت قوته ب3.5 درجات صباح اليوم. اهتزت الأرض صباح اليوم الخميس تحت أقدام سكان مدينة أجادير، وأكد مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي المتخصص في رصد الزلازل عبر العالم أن مدينة أجادير تعرضت لهزة أرضية في الساعات الأولى من صبيحة يوم الخميس بلغت قوتها 3.5 درجة على سلم ريشتر، وتم تحديد مركز الهزة في النقطتين الإحداثيتين 30.18 دبليو سعود 77 ان في الساعة 2:21 صباحا. ورصد مركز الزلازل الهزة الأرضية في الساعة 3:21 صباحا في المحيط الدائري الممتد ما بين مراكش وأكادير. إذن تم تحديد مركز الهزة في النقطتين 30.18 غرب دبليو و 9.77 شمالا N.